السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين، بداية بغي نشكر السيد السادة المستشارين على طرح هذا السؤال. تنبغي نذكر بأن بلادنا تتوفى على 25 مطار، منها 19 ديال المطارات الدولية، وتشرف على تدبيرها المكتب الوطني للمطارات. وهذا المكتب تيتوفر على برنامج استراتيجي لخماسية 2021-2025 تهدف إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين أو لشركات النقل الجوي. وفي هذا الإطار وبهدف تخفيف الضغط على المحطات الجوية للمطارات خاصة في طنجة وأكادير ومراكش، قام المكتب بإنجاز دراسة باش يحدد حجم الطاقة الاستيعابية الكفيلة بمعالجة النمو المرتقب وإعداد برنامج لتطوير وتوسيع البنية التحتية لهذه المطارات. وفي انتظار هذا التوسيع ديال البنية التحتية، تعكف المكتب حاليا على إنجاز جملة من التحسينات غادي توفر طاقة استيعابية إضافية لهذه البنية الحالية. من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، قام أيضا المكتب بمجموعة من التدابير، منها تحسين استقبال والتوجيه والإرشاد للمسافرين داخل المطارات، توسيع مواقف السيارات بمختلف المطارات مع ضمان مراقبتها وتوفير ممرات خاصة للتوقف السريع بها، التواصل مع المسافرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومركز مداومة للإجابة على تساؤلاتهم، تسريع معالجة الشكايات والملاحظات، تخصيص فضاءات تجارية للتسوق، وكذا تخصيص بعض الفضاءات للمطاعم بمختلف المطارات، وأيضا توفير خدمات الاتصال بالشبكة اللاسلكية أنترنت مجانا بالمطارات الرئيسية بالمملكة. شكرا.